أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في العناوين. القدس العربي مقتل متظاهر في ساحة التحرير وسط بغداد، واختطاف الناشطين يعود مجددا. صحيفة البصائر: الميليشيات تلجأ لوسائل قمع وحشية، تعذيب المختطفين وإرسال صورهم لذويهم. اندبندنت عربية: الشارع العراقي يحذر من اصطياد المتظاهرين لتمرير إعلان الحكومة. الشرق الأوسط: إدانات دولية ومحلية للسلطات العراقية لاستعمالها العنف ضد المحتجين. الزمان: نساء النجف يتظاهرن: لم نخرج بفتوى ولن نتراجع بقرار. العربي الجديد: دعا اللاوي يدعو البرلمان العراقي للتصويت على حكومته الاثنين المقبل. المدى: القوى الشيعية تضع السنة والكرد بين خيارين، قبول حكومة علاوي أو تمريرها بالأغلبية. لا يوجد حديث في الأوساط السياسية في العراق إلا في إطار التوقعات والتكهنات بشأن التركيبة المستحدثة لحكومة الاحتلال الثامنة بعد ترقيع سابقتها لتأخذ شكلا آخرا يراد له، أن يكون بمثابة أداة لإسكات موجة تظاهرات واحتجاجات ثورة تشرين. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر إنه في الوقت الذي يدعي علاوي أنه بات قريبا من تشكيل كابينته الوزارية من دون تدخل أي طرف سياسي، يتفشى على المشهد وبقوة مزاد بيع الوزارات الذي تديره وتحرك مجرياته الأحزاب السياسية نفسها. حينما تتحدث التقارير عن أن معتصمي ثورة تشرين ينامون في الشوارع ملتحفين برد شتاء العراق القارص ومتحدين مخاطر التهديدات التي تطال حياتهم، لا سيما بعدما أريقت دماء المئات منهم في القمع الحكومي وهم يواجهون الفساد ويسعون إلى إزالته والإطاحة بالمتورطين فيه، تشير أمارات تشكيل الحكومة الثامنة إلى أنها قائمة عليه بالكلية، وألا سبيل إلى تحقيق مطلب من مطالب المحتجين يمر من خلالها، لا سيما بعدما هدد قادة ميليشياويون بأن على رئيس الحكومة الجديد عدم المساس بالحشد الشعبي وحظر فتح ملفات فساد كبرى تورطت بها شخصيات على صلة بإيران. فهل يمكن لذي عقل أن يجد عجزاً لدى الراصد والمراقب وهما يتخيلان شكل المشهد العراقي في مرحلته المقبلة التي سيقود الحكومة فيها شخص هو في الأساس أحد أعمدة الفساد؟ لا يقتصر الأمر على توصيف مجرد لشكل الحكومة المقبلة، بل يتعدى الموضوع برمته إلى حقيقة أن الحكومات المتعاقبة كلها لم تشكل بمعزل عن إطار المحاصصة، فهو يفرض نفسه في مشاورات الجولة الثامنة ويظهر فيها متسيداً، بل وتشير مجريات الأحداث إلى أن القوى الإقليمية والدولية التي توافقت مبدئياً على شكل الحكومة لا تسمح بالخروج عنها لاعتبارات مصلحية تأسست عليها جل مشاريعها. الكاتب يقول إن مرشح الأحزاب لم يتورع عن الكذب في التصريح مبكراً بأنه مدعوم من شباب الثورة، فكيف به الآن وجميع المعلومات تقول إن حكومته مقسمة طائفياً على أساس المحاصصة؟ إن هذا الاتجاه في المسار السياسي بالعراق أدركه المحتجون جيداً ومنذ وقت مبكر، فتراهم في تواصل دائم لتوسعة مظاهر احتجاجهم وفعالياتها، ولا ينفكون عن الحديث عن رفضهم تشكيل الحكومة قبل الإعلان عنها. في العراق يطرح سؤال: إنهم يقتلون الثوار أليس كذلك؟ اللصوص والقهرمانات ورجال الميليشيات السوداء في العراق يقتلون الشباب بدم بارد وينكرون أفعالهم الشريرة، مراهنين على أن الثوار سيتراجعون وأن الانتفاضة ستنكفئ
وجذوة الثورة المتقدة ستنطفئ، وعندها ينسى العراقيون ما فعلوه بهم وما يفعلونه. هذا ما أشار إليه عبد اللطيف السعدون في مقاله بصحيفة العرب الجديد. نعرف أنهم يريدون للانتفاضة أن تنتهي، ولذلك تراهم يسارعون إلى استخدام كل الأساليب المتاحة عندهم: التهديد والوعيد، محاولة الاحتواء والتمسكن داخلها، القنص والاختطاف والاغتيال، وأخيراً الانقضاض عليها بالسلاح وبغير السلاح. إنهم يقتلون الثوار، أليس كذلك؟ على الانتفاضة إذن أن تتحصن، أن تصمد وأن تقاوم. صحيح أنها تواجه اليوم بعضاً من مشكلات يقال إنها بنيوية، ولكن متى كانت الثورة، أي ثورة، خالية من المشكلات والمنغصات؟ إن تنسيقاً بين مختلف لجان الانتفاضة في المحافظات والمدن مطلوب بدرجة أعلى مما هو عليه الآن، فقد أوشكت خلافات صغيرة بين هذا الفريق أو ذاك، أو هذه الساحة أو تلك، في أن تقيد حركة الانتفاضة وتحجم مسارها. لماذا لا تتوفر قيادة للانتفاضة تدير التباينات التي تظهر في هذا الجانب أو ذلك؟ تنبثق من رحم الانتفاضة ومن بين صفوف الثوار، يتم انتخابها أو اختيارها على نحو ما، وهناك طاقات شبابية مثقفة وخبيرة ومقتدرة تستطيع أن تشغل مواقع كهذه وتضع خطة أساسية وخططا تفصيلية تضمن تصعيد الانتفاضة وتطوير وسائل نجاحها، على أن تواصل تمسكها بطابعها السلمي ولا تنجر إلى دعاوى العسكرة وحمل السلاح، لأن أفعالاً كهذه توقعها في المصيدة، وهذا ما يتمناه خصومها. الكاتب يدعو إلى بحث فكرة استيلاد كيان يستوعب كل هذه الطاقات ويوحد ما بينها، ليس حزباً ولا جمعية ولا منظمة مدنية، إنما إطار أكبر وأكثر شمولية، جبهة عريضة تضم العاملين في الانتفاضة والداعمين لها والمؤمنين بأهدافها. فعلى الانتفاضة أن تكون على بينة من الحماقات والشرور التي يبيتها الخصوم لها. تعيش الطبقة السياسية وميليشياتها ومستشاروها الإيرانيون في برجها العاجل المحصن بالمنطقة الخضراء، ومن أعلاه تنظر للشباب المحتج على أنهم مجموعة من الغوغاء الذين تدفعهم السفارات الأمريكية والبريطانية والسعودية والإماراتية إلى إزعاجها بصراخ فارغ. سامي البدري يقول في صحيفة القدس العربي إن الطبقة السياسية ليست فقط غير مستعدة لمحاورة المتظاهرين أو تحقيق بعض مطالبهم، بل هي تجابههم بالقتل والاعتقال والاختطاف وتقييد كل هذه الجرائم باسم العصابات المندسة. لقد جاء الأمر من مدينة قم بوضع حد لصراخ المحتجين الذي أزعج ولي قم خامنئي الذي بلغه ونفذه مقتدى الصدر، ولكن هذه المرة مصحوبا بإطلاق يد الجيل الثالث من ميليشياته أصحاب القبعات الزرق في ساحات التظاهر وفي دماء المحتجين، ليثبت لوليه الإيراني أنه رجل المرحلة المتفاني والقادر على إعادة ضبط ما أفلته غيره من الساهرين على إدامة الهيمنة الإيرانية على العراق، ولو كان الثمن حياة نصف الشباب المنتفضين. موقف إيران في العراق في أحرج مراحله، ومقتدى الصدر الذي تدرب على إفشال وامتصاص مظاهرات الشارع العراقي السابقة كان آخر الخيارات بالنسبة لها، رغم أنه فقد شعبيته بين أتباعه ولم يعد يمثل الرقم الصعب في الضغط داخل الطبقة السياسية، وربما تكون اندفاعته هذه هي مرحلة ما قبل الأفول النهائي بسبب تكشف جميع أوراق تبعيته وفساده بالنسبة للشارع العراقي المنتفض. حركة قمع الجيل الثالث من ميليشيات الصدر للمنتفضين وإصرارها على إفراغ ساحات التظاهر بالقوة لن تنال من إصرار وعزيمة شباب الانتفاضة بقدر ما هي فضحت حقيقة تبعية وفساد نوايا مقتدى الصدر وأظهرته بصورته الحقيقية.
ويضيف الكاتب أن كل هذا العبث الذي يجري تحت نظر الولايات المتحدة وتقابله بسكوت يدفع ثمنه المتظاهرون العزل والشعب المحكوم بقبضة الميليشيات الإيرانية المتوحشة، حتى أن الوضع وصل بالعراقيين إلى ليلة 9 أبريل جديدة يتمنون فيها أن تمتد يد لإنقاذهم حتى لو كانت اليد يد الشيطان، رغم أن الشيطان الأمريكي لم يقدم لهم في إنقاذه الأول أكثر من تسليمهم لوحشية الولي الإيراني وميليشياته التي أحالت العراق إلى هشيم. تناول صحيفة غارديان البريطانية تأثير مقتل قائد فيلق قدس الإيراني قاسم سليماني على نفوذ طهران بالمنطقة، ونشرت الصحيفة مقالا لمارتن تشولوف بعنوان إيران تحاول ملء الفراغ الاستراتيجي الذي خلفه اغتيال سليماني، ويرى الكاتب أن مقتل قاسم سليماني بضربة أمريكية أدى إلى تراجع زخم المد الإيراني في المنطقة. الكاتب يشير إلى أنه حين اتصل رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي في فجر يوم 3 كانون 2 بمستشاره قائلا لقد حدث أمر كبير، ودعاهم إلى اجتماع فوري عاجل في مكتبه، كان من الجلي أن الخطب جلل، فقاسم سليماني قد قتل. ويضيف أن مشهدا من الفوضى والخلل الوظيفي برز فور ذلك في كل من طهران وبغداد، ثم امتدت آثار اغتيال سليماني إلى سائر أرجاء المنطقة، وتركت تداعيات كبيرة على العلاقة بين فيلق القدس والجماعات الموالية لإيران في العراق على المدى القريب. ويقول الكاتب إن اغتيال سليماني ترك أثراً واضحاً في العراق وسوريا ولبنان، إذ كبح جماح النفوذ الإيراني في المنطقة، وأظهرت عملية الاغتيال خللاً كبيراً في منظومة السرية التي كانت تحيط بفيلق القدس واستخدمها في بسط نفوذه خلال العقدين الأخيرين، كما سلطت الضوء على علاقة معقدة بين طهران والحكومة العراقية. ويذكر الكاتب أن إيران اتجهت إلى زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله للمساعدة على سد الفجوة التي خلفها رحيل سليماني، لكن نصر الله لا يستطيع أن يفعل الكثير، خاصة أنه أمضى السنوات الأخيرة في مخابئ محروسة، ومن غير المرجح أن يزداد شعوره بالأمان بعد اغتيال سليماني. ويختتم الكاتب مقاله قائلا إن إيران بعد مقتل قاسم سليماني أصبحت أكثر حرصا على تأكيد هيمنتها الإقليمية بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص، وقد قررت الاعتماد على نفسها وعلى نفوذها المباشر بدلا من حلفاء ضعفاء. ليست زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني للبنان سوى تعبير عن سياسة إيرانية ذات طابع عدواني من جهة، وعاجزة عن الاستفادة من تجارب الماضي من جهة أخرى. خير الله يرى في صحيفة العرب اللندنية أن زيارة لاريجاني تعبر عن فشلين، الفشل الإيراني الداخلي على كل الصعد والفشل اللبناني الفاقع الذي تسببت به إيران. جاء لاريجاني وهو شخصية مهمة في إيران ليؤكد أن لبنان جرم يدور في الفلك الإيراني. جاء إلى بيروت من دمشق، انتقل بعد ذلك إلى بغداد على الرغم من الرفض الشعبي العراقي للنفوذ الإيراني الذي يمارس على كل المستويات في بلاد الرافدين. ليس سراً أن لاريجاني الذي حرص على لقاء حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله إضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة إنما جاء للقول أن إيران ما زالت موجودة. هل ينطلي ذلك على اللبناني العادي الذي يعرف أن إيران في وضع صعب وأنه ليس في استطاعتها مساعدة لبنان؟ كانت زيارة لاريجاني للبنان مسيئة لإيران وللبنان في الوقت ذاته. هناك من يريد تعويم بلد غير قابل للتعويم. هذا الطرف الذي يريد تعويم لبنان يحتاج هو الآخر إلى تعويم. في النهاية ليس لدى إيران ما تقدمه للبنان،
وليس لدى لبنان ما يقدمه لإيران باستثناء دعوة حسن نصر الله إلى العراقيين من أجل الالتفاف حول الحشد الشعبي. ماذا لدى الحشد الشعبي حتى يقدمه للعراق والعراقيين غير تجربة الحرس الثوري في إيران، وهي تجربة جعلت معظم الإيرانيين يترحمون على عهد الشاه، ومعظم العراقيين يترحمون على عهد صدام. ويعتقد الكاتب في مقاله أن زيارة لاريجاني لبيروت لن تقدم ولن تؤخر شيء، فلبنان مفلس وإيران كذلك. كل ما في الأمر أن الزيارة أكدت أن حكومة حسان دياب اللبنانية الجديدة هي حكومة حزب الله، وأن العهد القائم هو عهد حزب الله. نشرت صحيفة ميدل إيست آي مقالا للمؤرخ البريطاني اليهودي المؤيد للحقوق الفلسطينية آفي شليم، يؤكد فيه على أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة إعلاميا بصفقة القرن تمثل لليمين الصهيوني الإسرائيلي انتصارا يشبه وعد بلفور، أما للفلسطينيين فهي بمثابة غدر آخر يمارسه الغرب ضدهم. ويشير الكاتب إلى القواسم المشتركة بين وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب. الكاتب يضيف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينسجم تماماً مع هذا النمط من خدمة المصالح الصهيونية على حساب الفلسطينيين، فمن خلال رؤيته المبسطة للعالم لا يوجد سوى رابحين وخاسرين، وبالنسبة له فإن الإسرائيليين هم الرابحون بينما الفلسطينيون هم الخاسرون على الدوام. وبذلك تجده قد تخلى تماماً عن مجرد التظاهر بالإنصاف والتصرف كوسيط نزيه. وعد الكاتب أن ترامب ومنذ توليه منصب الرئاسة الأمريكية تولى دور محامي إسرائيل، وأن إدارته انقلبت بشكل سريع ومفاجئ على السياسة الأمريكية المعلنة. وقال الكاتب إن من سوء حظ الفلسطينيين أنهم وقعوا ضحية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني والإمبريالية الغربية في نفس الوقت على مدى القرن الماضي. ويرى الكاتب أن ما يعرضه ترامب ليس خطة للسلام، وإنما خطة منبثقة عن نظام الفصل العنصري الأبرتهايد، وأردف بأنه محاولة سافرة لشرعنة الاحتلال غير القانوني وإخضاع ملايين الفلسطينيين للسيطرة الإسرائيلية الدائمة. ولم يكن عجباً إذن أن يقبل نتنياهو على خطة ترامب بابتهاج شديد، فهي في الأساس خطته التي تحقق له كل ما يتمناه. وفوق كل ذلك، وكما يجمع مؤيدو ومعارضو الخطة، فإنها ستكون بمثابة المسمار الأخير في نعش حل الدولتين وحلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف المؤرخ البريطاني في مقاله أن خطة ترامب تعتبر بالنسبة لليمين الإسرائيلي انتصاراً دبلوماسياً مذهلاً شبيهاً بوعد بلفور، أما بالنسبة للفلسطينيين فما هو سوى فصل أخير في ملحمة مستمرة على مدى قرن من الزمن شيمتها الخديعة والغدر الذي تمارسه القوى الغربية ضدهم. كشفت دراسة عنوانية حديثة أجرتها جامعة هايدلبرغ أن إدمان الهواتف الذكية يغير شكل الدماغ البشري وحجمه بطريقة مماثلة لإدمان المخدرات حسب ما نشرته صحيفة الخليج الإماراتية. وأجريت الدراسة على مجموعتين، الأولى 22 متطوعا مدمنين على استخدام هواتفهم الذكية، والثانية 26 معتدلي الاعتماد على الهواتف. وكشفت الصور التي التقطها ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي
تقلص حجم المادة الرمادية في بعض الأجزاء الرئيسة من أدمغة الفريق الأول، كما أشارت إلى انخفاض أنشطة أدمغتهم مقارنة بأعضاء الفريق الثاني الذين حافظت أدمغتهم على قدر كبير من الكفاءة والإدراك والتنبه. ونشرت الدراسة صورة معبرة يظهر فيها حجم المادة الرمادية للدماغ في القشرة الحزامية الأمامية اليمنى، ويمثل اللون الأزرق شكل المنطقة في حالة معتدلي استخدام الهواتف، بينما يمثل اللون الأحمر المنطقة لدى مدمني الهواتف. نتابع الآن صور الكاريكاتور. برنامج صدى الأقلام انتهى مشاهدينا الكرام، دمتم بخير وإلى اللقاء.